على حضراتكم واهلا بيكم هذه الحلقه الجديده من برنامجكم مصر جميله. كل سنه وحضراتكم بألف خير في الجمعه الاخيره من شهر رمضان المبارك، وعاد الله علينا بالخير واليمن والبركه وبالسعاده يا رب باذن الله. يعود علينا تاني رمضان واحنا وسط اهالينا واحبابنا وبنعود لحياتنا الطبيعيه، ويرفع عنا الوباء والغلاء يا رب دايما في هذا اليوم الطيب المبارك. يمكن النهاردة أنا زي ملايين المصريين اللي تابعوا مسلسل الاختيار، خلوني دايما لما أشوف حجم التواصل على السوشيال ميديا والأهالي والأسر اللي ابتدوا يصوروا ولادهم الصغيرين اللي بكلم حضراتكم من 3 سنين و6 سنين و10 سنين وهم بيبكوا على الشهيد البطل أحمد المنسي. لما نيجي نشوف بنظرة تحليلية، احنا بنتكلم على انه جيل لقى اخيرا القدوة، جيل لقى اخيرا ان هو بقى فيه هدف ليه وحياته. لما اسمع طفل عنده 9 سنين وقاعد عمال يبكي، والدته بتقول له مالك، فبيقول لها والله العظيم ما هسيبهم، لازم هخش الجيش وهبقى ضابط زي احمد منسي. هنا القدوة اللي احنا افتقدناها لسنين طويلة وعشرات السنين. لما اتكلم على احساس الناس بالانتماء للوطن، لما اتكلم على احساس الناس بحبهم لبلدهم بهذا الشكل من قصص حقيقية للأبطال، يبقى ده بالتأكيد عمل ناجح بدرجة 1000%. ما بنيجي نتكلم على مهما حكينا احنا عشرات البرامج، عشرات المقالات، مئات الكتب، كل ده مش هيأثر قد ما احنا حكينا لهم بشكل درامي، بشكل الحقيقة معمول. انا ما شفتش انه واللي سمعته عن هذا المسلسل انه خدوا بال حضراتكم انه المخرج اختار المواقع الحقيقية، واختار حتى شكل الاشخاص هم، واختار الحدث بالظبط زي ما اتحكاله بالظبط، وفي بعض الاحداث كانت متصورة نقلها الحقيقة المخرج بيتر ميمي في هذا المسلسل. لما نيجي نتكلم على ده يا جماعة لازم نحكي كتير لاولادنا. جيش مصر بس مش بالمموه، جيش مصر بعمالها اللي بينجحوا وعمالها اللي بيصنعوا عشان ينموا بلدهم. جيش مصر الابيض اللي احنا النهارده بنحتمي من خلاله، بنحتمي وراه ومنتظرين ان هو يقول انه خلاص وصل يا جماعه العلاج الاساسي. جيش مصر في كل مجال وفي كل مجال. جيش مصر الاسره المصريه اللي بتربي ابنها على التنمية، بتربي ابنها على الوطنية الحقيقية. خلونا دايما نحط مثل هذه النماذج في حياتنا، لانها بالتأكيد ضيعت عشرات المليارات على قنوات الخونة والاعداء اللي طول النهار بتهاجم مصر وبتتكلم كلام غلط وبتطلق الاشاعات. مسلسل زي ده عمل اللي ما قدرتش اي قناة تانية تعمله. تحية تقدير واجلال حي للقائمين على هذا العمل، ودائما تحية تقدير واجلال واحترام لابطالنا الشهداء، نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله. النهارده يمكن ما نقدرش برضه نبعد عن نفس المستوى بتاع الاختيار عن جمال الحقيقه ما حدث الحقيقه، واتفرجنا عليه مع حضراتكم في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبشاير 3، وهذا المشهد البديع الحقيقه. وكان السيد الرئيس في هذا الافتتاح كان ليه الحقيقه مجموعه قرارات كانت حاسمه وقويه، وانا بشوف انه على رأسها انه لن يكون هناك مرة اخرى فساد في اي من المحليات، او ان حد يبني او ان حد يغتصب ارض مش ارضه ويبدأ يبني عليها وبعدين يخش بقى في تصالح. و 10,000 مخالفة، 10,000 انسان اخطأ، 10,000 انسان يجي ويتحاكم. ده كان كلام مهم جدا. وهنا بقى بنقدر نقول ايه؟ ان القانون سينفذ على الجميع كبيرا وصغيرا. هنا الدولة المصرية الجديدة الحقيقية. لما نتكلم كمان على انه خليني بس اقول لحضراتكم مثلا يعني انه في تجمع عمراني جديد بيضم 200 عمارة باجمالي 1624 وحدة سكنية. دي اسر يا جماعة كانت عايشة في الشارع، دي اسر لما تتفرجوا حتى على السوشيال ميديا جايبين قبل وبعد. الاسر دي ما كانش عندها مأوى، الاسر دي ما كانش عندها رعاية صحية، الاسر دي كانت بتنام في الشارع وبتاكل من الشارع. لما تكون المباني والعمران بالشكل ده شيء اكتر من بديع. ونقول النهاردة للقيادة السياسية وللدولة شكرا جزيلا ان انت بتأمني اولادك داخليا وخارجيا. ده بالتأكيد جزء لا يتجزأ ايضا من الحرب اللي احنا بناخدها، حرب بقاء، حرب تنمية، حرب على الارهاب، وفي الاخر كلنا بنلتف
حوالين علم مصر العظيمة. ربنا يحفظ بلادي يا رب. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التطوير الحضاري بشائر الخير 3 بمدينة الإسكندرية، حيث يعد مشروع بشائر الخير من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط بل في جمهورية مصر العربية، حيث كان المشروع دور الريادة في وضع نموذج لتطبيق برنامج تطوير العشوائيات من خلال البدء في بناء مساكن جديدة محل القديمة ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة المفروشات، كما يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. يأتي مشروع بشائر الخير 3 استكمالا لمشروع بشائر الخير 1 وبشائر الخير 2، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة مأوى الصيادين العشوائية، خاصة أن بشائر الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50,000 مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية. يضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدان تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات والمحلات التجارية،